كشك الصحافة، أهلا بكم مشاهدينا إلى عناوينها البارزة. موقع إخباري وصحف عربية تقول 4 دول تتفق على دعم الرجال اليمني. واشنطن بوست تتحدث عن هشاشة التحالف العربي في عدن. تايم صحيفة بريطانية تقول اليمن البلد الأقل استقرارا في العالم العربي. والحياة تتحدث عن فتاة يمنية تجيد هندسة السيارات وتخطط لافتتاح ورشتها الخاصة. عدن تطوي أسبوعا داميا ومواطنون يسردون تفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها. يقول موقع بوست عقب انقضاء الأسبوع الدموي الذي نتج عن قيام الوحدات العسكرية الموالية لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالهجوم على معسكرات الشرعية والمقار الحكومية، تكشف قدر الانتهاكات التي يحاول موقع بوست رصد أبرزها من خلال هذا التقرير. أحد أفراد لواء الدفاع الساحلي المحسوب على الشرعية كان ممن تعرضوا للاعتقال من قبل القوات الموالية للانتقال الجنوبي، يفيد أنه اعتقل أثناء مروره من الحاجز الأمني التابع للانتقال الجنوبي والمعروف بالحمراء، وذلك مساء الثلاثاء الفائت، فيما تم الإفراج عنه مساء اليوم التالي، ذلك عقب تسليمه للجنة التهدئة والتي أشرفت على عملية تبادل الأسرى بين الطرفين. يضيف الجندي خلال حديثه لموقع بوست تم نقلي إلى زنزانة في معسكر اللواء الأول مشاة والقريب من الحاجز الأمني، حيث تم الربط على عيني دون أن يتم التحقيق معي. ويذكر بقيت على ذلك الحال ليوم كامل دون أن يقدم لي أي غذاء، فقط القليل من مياه الشرب، هذا ما وجدته. أشار أيضا إلى أنه سلم للجنة التهدئة سلمة وأفرجت عنه، لكن دون أن يعاد إليه سلاحه الشخصي وباقي مقتنياته الخاصة من هاتف وأوراق شخصية. العديد من العناوين نطالعها سويا وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، منها وصول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة إلى عدن بعد توجيهات بصرف المرتبات. ومن العاصمة المؤقتة عدن أيضا أمين عام نقابة عمال عدن يؤكد اقتحام المقر من قبل مجموعة لا صلة لهم بالعمل النقابي. من شبوة يأتينا عنوان وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الطائرات الأمريكية تنديدا بقصف المدنيين. عنوان آخر عن عودة الطوابير الطويلة للحصول على الغاز المنزلي في صنعاء. الانضمام إلى مقاومة ضد ميليشيا الحوثي دون الاعتراف والإقرار بالشرعية يعد سيرا نحو المجهول، وفقا لوجهة نظر السياسي اليمني المعروف ياسين سعيد نعمان، والذي أضاف في جزء من مقاله المنشور في موقع بلقيس. المستجدات التي رمت بها الظروف في طريق الشرعية، وأخص بالذكر مقتل صالح على يد حلفائه السابقين، وما رتبته هذه الأحداث من تداعيات ودوافع وحسابات من زوايا مختلفة بخصوص إعادة تعبئة جزء من القوة التي كانت تحارب إلى جانب الحوثيين، لا يجب أن تتحول إلى عامل سلبي في المجرى العام لاستقطاب كل ما ومن بات مقتنعا بخطورة الانقلاب الحوثي على مستقبل الدولة اليمنية، غير أن هذا الاستقطاب يجب أن يحافظ على ما استقرت عليه شرعية الدولة والمقاومة دون مساس بالمرة بهذه المعادلة أو التفكير في إعادة بنائها من الصفر، بحجة أن جزءا من هذه القوى يريد أن يكون له رأس مستقل ولا يعترف بشرعية الرئيس هادي. أي تفكير في هذا الاتجاه لن يكون غير اختراق عبثي نحو المجهول. إن كل من يأتي إلى ساحة مقاومة الانقلاب يجب أن يشكل إضافة لتراكم وطني في السياق العام للمنظومة السياسية والإدارية لشرعية الدولة التي حملت لواء مقاومة الانقلاب منذ البداية، وفي إطار هذه التشكيلة المؤسسية يمكن تجديد الأدوات والوسائل التي لا تخل بالبناء الأساسي للشرعية. استعادة المبادرة في هذا السياق وفي هذه اللحظة التاريخية التي تحركت فيها الأمور نحو مجاهيل عدة سيكون مقدمة ضرورية لاستعادة الدولة، ومعها حل قضية الجنوب وغيرها من القضايا الأخرى. ويستطيع الرئيس هادي أن يقود عملية المبادرة تلك ويتقدم بورقة عمل لهذا الغرض تكون أساساً لعمل جاد ومسؤول في الاتجاه الذي لا يمكن السير في اتجاه معاكس لهذه المسؤولية
إذا أردنا لليمن أن يخرج إلى المكان الذي يستطيع فيه أن يعيد بناء نفسه بخيارات الشعب. مصدر أونلاين عنوان فيها يتحدث عن عودة الاستقرار إلى مدينة عدن، وعنون الموقع حول الدراسة التي تستأنف في عدن بعد توقف دام أسبوع كاملا على خلفية المعارك التي شهدتها المدينة. قال الموقع: استؤنفت الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في مدينة عدن العاصمة المؤقتة يوم الأحد بعد توقف دام أسبوعا كاملا على خلفية المعارك التي شهدتها المدينة بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية لشؤون المناهج والتوجيه صالح الصوفي: تسببت المعارك التي اندلعت بين قوات تابعة للشرعية اليمنية من جهة وقوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى في توقف الدراسة والعمل في جميع مدارس المحافظة، ودعا كافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية إلى التوجه إلى مدارسهم. في الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بمحاولات إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني، يعنون موقع يمن سبورت: أربع دول تتفق على دعم الريال اليمني. يقول الموقع الذي استند إلى صحف عربية: تعهدت دول الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال والاقتصاد اليمني بشكل عام، وذلك من خلال عدة إجراءات يجرى العمل عليها. أوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن بلاده تقود عمليات دعم البنك المركزي من خلال عناصر عدة، من أهمها دعم البنك بملياري دولار أخيرا، أضيفا لمليار دولار كان مودعا من قبل. ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن الجابر القول: قمنا أيضا بتدريب 15 موظفا يمنيا في البنك المركزي، حيث تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي وتم تقديم الاقتراحات والمساعدة الفنية التي يحتاجون إليها. أضاف السفير السعودي: ناقشنا كيف يمكن للرباعية دعم البنك المركزي اليمني والمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني واستقرار سعر صرف الريال اليمني، كما أن الجانبين الأمريكي والبريطاني أبديا التزامهما بتقديم استشارات فنية للبنك. في 11 من فبراير شباط الحالي تحتفل الثورة الإيرانية بالذكرى 39 لانتصارها، وتفتتح عامها 40، ولنا أن نتخيل خريطة المنطقة مفتوحة على مائدة للجنرالات الحرس الثوري الحاليين والسابقين. هذا مقتطف من مقال كتبه رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل، أضاف في أجزاء منه: أغلب الظن أن جنرالات إيران الأربعة سيشعرون بالارتياح إذا نظروا إلى الخريطة. إيران صاحبة الدور الأول في العراق، وهي كانت بالميليشيات التابعة لها شريكة روسيا في منع انهيار النظام السوري. وفي لبنان ثمة من يعتقد أن الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في مايو آيار المقبل سترسخ وبالوسائل الشرعية إقامة لبنان في الهلال الإيراني. أما في اليمن فإن الحوثيين يواصلون الاطلاع بدورهم في البرنامج الإيراني غير عابئين بالمغامرة العاتية التي دفعوا البلاد إليها. مفاخرة جنرالات الحرس بالنفوذ الإيراني الطاغي في أربع عواصم عربية لا تلغي أبداً سوء أحوال تلك العواصم. في مقابل الاختراقات والإنجازات يصعب على الجنرالات الأربعة تجاهل أن الأيام الأخيرة كشفت أن الثورة الإيرانية بدأت تعاني من أعراض الأربعين. لا وجود لأفكار تصلح لكل زمان ومكان، الأفكار بنت زمانها وتحمل معه ملامح المكان أيضا، والوقت كالنهر يتدفق حاملا الجديد والمختلف وعلامات الاستفهام. لم تستطع إمبراطورية الكي جي بي حماية ثورة لينين من الانتحار، ولم يستطع الحزب الشيوعي الصيني الهائل حماية ثورة ماو تسي تونغ من حاجات العصر ورياحه، ولا شيء يوحي أن الحرس الثوري الإيراني سينجح حيث فشل الآخرون. في مثل هذا الشهر قبل 40 عاماً انتصرت الثورة الإيرانية، وكان لانتصارها دوي كبير في المنطقة والعالم. لكن الزمان تغير، وها هي ثورة الخميني تواجه متاعب الأربعين في عالم شديد الاختلاف عن ذلك الذي ولدت فيه. إذا لم تلتقط الثورة الإيرانية المعنى العميق لأوجاع الأربعين في عالم تغير، على خامنئي أن يفكر طويلا بما فعله الوقت بثورتي لينين وماو، وعليه أن يتذكر أن ورثة هوشي لا يبحثون اليوم عن فرصة للانتصار على الشيطان الأكبر،
بل عن أفضل السبل لاجتذاب المستثمرين الأمريكيين. تقدم إعلامي بمشروع مبادرة إلى الرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وبشأن الأحداث الدامية التي شهدتها عدن خلال الأيام الفائتة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، قال الإعلامي الجنوبي سامي الكاف إن هذه الأحداث الدامية كشفت عن مدى خطورة الوضع شديد الاحتقان، ليس في عدن وحدها وحسب، بل وعلى الوضع في باقي المناطق باليمن الذي يشهد حربا منذ نحو 3 سنوات ويعاني منها الجميع على نحو كارثي غير مسبوق، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في عدن وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 يناير الدامي ليس حلا. ما حدث يستدعي بالضرورة وجود إجراءات رئاسية تتعامل بجدية إزاء ما حدث وتضع في حسبانها معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث التي شهدتها عدن وأعادت الجميع إلى مربع الذكريات الدموية الأليمة التي شهدتها المدينة في عام 1986 وما سبقها من أحداث مشابهة. أشار الكاف أيضا إلى أن توحيد الصفوف لاستعادة الدولة من الإنقلابيين هو الهدف المشترك الذي يرفع رايته الأطراف التي خاضت الاشتباكات المسلحة في عدن وجميعها تقف إلى جانب التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي. وعن التشكيلات العسكرية يقول الكاف في مقترحاته لابد من إعادة هيكلة ألوية الحماية الرئاسية وفق أسس وطنية جامعة استنادا إلى الدستور والقوانين النافذة دون تفريق بين منتسبيها لأي سبب من الأسباب، وإلغاء قوات الحزام الأمني باعتبارها ميليشيات مسلحة مخالفة للدستور اليمني والقوانين النافذة، ويتم ضم أفرادها إلى المؤسسة العسكرية للجمهورية اليمنية. أيضا من المقترحات إلغاء المكونات العسكرية التي تم تكوينها تحت مسمى النخبة وضم أفرادها إلى المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة بوصفها مؤسسات تقوم على أسس وطنية جامعة. بعد الفاصل سنعود إلى الصحافة العربية والعالمية ولأخبارنا المتنوعة، فابقوا معنا. في الحرب تنتهك حقوق الإنسان، ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركام. التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان. لست وحدك، ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن. أهلا بكم من جديد. الزبيدي خارج عدن بعد أسبوع التصعيد، تكرار لسيناريو 2017، عنوان في العربي الجديد وفي تفاصيله. الحياة عادت إلى حد كبير في عدن بعد نحو أسبوعين من التوتر، لكن عوامل انفجار الأزمة لا تزال كامنة. في وقت باشرت فيه كل من السعودية والإمارات إجراء تفاهمات مع الأطراف اليمنية الفاعلة في عدن، كل على حدة في شكل لا يختلف كثيرا عما آل إليه تصعيد الانفصاليين. في هذا الإطار أكدت مصادر قريبة مما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي للعرب الجديد أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس غادر عدن إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عقب أيام من الأحداث الدامية التي شهدتها عدن، وعلى ضوء تفاهمات غير معلنة بين الانتقالي ووفد التحالف العسكري والأمني الذي زار المدينة أواخر الأسبوع الماضي لاحتواء الأزمة. وحول ما تردد عن توجه الزبيدي إلى السعودية بدعوة من اللجنة الخاصة المعنية بالشأن اليمني، تحفظت المصادر عن تأكيد ذلك أو نفيه، لكنها أكدت مغادرته عدن مشيرة إلى أن زيارة الرياض قد تكون من ضمن أجندة لجولته غير المعلنة التي غادرت فيها إلى جانبه قيادات أخرى في المجلس الذي يترأسه. وجاءت مغادرة الزبيدي لعدن وسط تكتم على تفاصيل التهدئة التي جرى الاتفاق بشأنها برعاية وإشراف مباشرين من قيادات عسكرية وأمنية سعودية وإماراتية حضرت إلى عدن أواخر الأسبوع الماضي.
رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الأحداث الأخيرة في مدينة عدن كشفت عن هشاشة التحالف العربي وأبرزت أجندات كل من السعودية والإمارات. قالت الصحيفة في تقرير لها إن الصراع المتواصل في اليمن منذ ثلاث سنوات تحول من حرب لدعم حكومة معترف بها دوليا ضد الحوثيين إلى حرب بين الحلفاء. واعتبرت الصحيفة أن القتال الذي اندلع في مدينة عدن على المدى الأسبوع الماضي كشف عن الحد الذي وصلت إليه الحرب اليمنية التي تحركها مظالم تاريخية أخرى، ما قد يسبب عقبات خطيرة أمام التفاوض على إنهاء النزاع. وعن اشتباكات عدن قال نيسان لونغلي إلى المحلل المتخصص بشأن اليمني في مجموعة من الأزمات الدولية لواشنطن بوست: ما نراه الآن هو أن الإمارات والسعودية تسارعان إلى البحث عن الخلافات بين الاثنين حتى تتمكنا من الحفاظ على الأقل في الوقت الذي تستمر فيه الحرب مع الحوثيين، على أسطورة أن هناك جبهة موحدة في ظل حكومة معترف بها دوليا. تحمل افتتاحية صحيفة تايمز عنوان اليمن التعيس: يجب أن يتضمن البرنامج الإصلاحي لولي العهد السعودي إقامة السلام. تقول الصحيفة: اليمن هو البلد الأقل استقرارا في العالم العربي، فليس لديه بنى تحتية ولا صادرات ولا ماء، وملايين الشبان عاطلون عن العمل. تضيف الصحيفة: اندلع العنف عقب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح بعد حكمه البلاد لمدة 3 عقود، وبعد الإطاحة بصالح استولى الحوثيون على السلطة. تقول الصحيفة البريطانية: دمر النزاع البلد الهش. وسعى الرئيس السابق صالح الذي تحالف مع الحوثيين إلى العودة إلى السلطة بأن دعم الحوثيين بالقبائل الموالية له. تتابع التايمز: يرى محمد بن سلمان الأمير الطموح أيادي إيران الخفية وراء الحوثيين ويصر على إحباط الجهود الإيرانية، وأدى النزاع إلى كارثة إنسانية أودت بحياة الآلاف. تقول الصحيفة أيضا: بريطانيا التي تدعم الأمير محمد سوف تستمر في دعمها لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكنها ستحثه على إنهاء النزاع في اليمن. صدمات الحداثة تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في صحيفة الخليج مضيفا: حين كتب توفلر عن صدمة الحداثة قبل عدة عقود، لم يكن التطور العلمي في مختلف المجالات قد بلغ هذا الحد، بحيث أدى التسارع في التطور إلى أن يحدث خلال ربع قرن ما يعادل القرنين وربما الثلاثة بمقاييس تقليدية. وكان لانعكاسات هذا التطور الاجتماعي والنفسي والاقتصادي تأثير في البشر وفي منظومات القيم والمفاهيم، لكن الدراسات النفسية والاجتماعية الراصدة لهذا التطور كانت إيقاعاتها أبطأ من إيقاعات التغير، وهناك ظواهر طرأت على حياتنا بانتظار من يحللها بعيداً عن مجرد التوصيف أو المقارنات مع الماضي. وفي القرن العشرين كان مجرد الإعلان عن اختراع جديد سيتوقف علماء النفس والاجتماع للبحث عن تجلياته وآثاره في أنماط التفكير والسلوك السائدة. وعلى سبيل المثال ظهرت روايات منها ما تحول إلى أفلام سينمائية عن الهاتف الأرضي والقطار وما كان لهما من تأثير في العلاقات الإنسانية. وهناك من الباحثين من توصل إلى اختلاف ظواهر إنسانية كالحب والصداقة بحيث لم تعد كما كانت، وهذا ما حدث بعد اختراع الكهرباء التي أضاءت الليل وحررته من الأشباح، ثم كان لها تأثير في الأدب والصناعة. وهناك الآن تفاوت ملحوظ بين التقدم العلمي المتسارع وأدوات رصد انعكاساته على حياة الناس، فما تغير ليس مجرد عادات أو أساليب عيش، بل ثمة متغيرات ذات صلة بالرؤى والمفاهيم ومناهج قراءة التاريخ، وكذلك المستقبل الذي لم يعد مجرد توقعات أو قراءة طوالع بقدر ما أصبح علماً يسمى المستقبليات، وهو المقابل لما يسمى الحفريات أو الدراسات المعمقة التي تعيد النظر في الماضي وأهم أحداثه. فهل ستشهد السنوات العشر القادمة تطوراً دراماتيكياً يعادل ما أنجز خلال قرن؟ لطالما كانت علوم الفيزياء والفضاء كما تقول صحيفة الحياة هاجز الشابة اليمنية دالي عبد اللطيف المقدم، وما عني لها الشهادة الثانوية
تحول ميلها نحو الميكانيك حتى صارت ثاني يمنية تتخصص في هندسة السيارات منذ افتتاح هذا النوع من التخصص في بلادها قبل نحو ربع قرن. وعلى الرغم مضي أكثر من 4 عقود على التعليم الجامعي في اليمن، إلا أن التحاق الإناث بالتعليم عموما ما زال متدنيا، وتتضافر قيود اجتماعية وثقافية لتحصرهن في مجالات توصف بالملائمة للمرأة مثل التعليم والطب للمتفوقات طبعا، لكن عددا من اليمنيات استطعن خرق هذا الحظر غير المكتوب. صحيح أن المقدم تخرجت هذا العام في جامعة صنعاء ولا تجيد قيادة السيارة، لكنها تبدو قائدة ماهرة لإرادتها وقادرة على اختراق الحواجز المقيدة لإنسانيتها وحريتها في مجتمع ما منفك ينمط المرأة في أدوار محددة عليها ألا تتجاوزها وإلا انكسرت. تذكر المقدم أن نظرة الاستغراب الأولى لكونها هي تذكر هذه النظرة لكونها مهندسة سيارات جاءت من مهندسي ورشة شركة مرسيدس بنز في صنعاء التي قضت فترة التطبيق فيها، ولولا شخص من أبناء قريتها يعمل في الورشة ساهم في إيجاد بيئة تفاهم بينها وبين المهندسين لما كانت لتكون فترة التدريب مثمرة. وعند سؤالها عما إذا كانت ستلجأ إلى افتتاح ورشة خاصة بها، تضحك المهندسة الشابة قائلة إنها قد تقدم على مشروع كهذا في حال توافرت الإمكانيات والظروف، بيد أن الحرب التي يشهدها اليمن منذ سنوات لا يبدو أنها ستعيد المجال لعمل الرجال، فكيف بالنساء؟ ومن صحيفة البيان التي قالت بأن محكمة الجنايات الكويتية دانت عبد الله صالح بتهم نشر تغريدات تسيء إلى رموز دولة الإمارات والترويج وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 أعوام. أفاد المحامي على أنه قام وزميله المحامي حسن الريامي خلال شهر نوفمبر بعام 2017 بتوكيل المحامي حسين طلال حسين من دولة الكويت بمهام فتح البلاغ الجزائي في دولة الكويت ضد عبد الله صالح، وبالحضور والمرافعة والمتابعة في كل ما ينشأ عن هذه البلاغات من قضايا. وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال عدم تنفيذ المتهم للحكم الصادر في حقه، قال المنصوري بعد أن صدر الحكم سيتم التعميم على علي عبد الله صالح وإبلاغ الجهات المعنية في مختلف دول العالم عن المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التعاقب والملاحقة للقبض عليه وتسليمه لدولة الكويت، وذلك لتنفيذ ما صدر بحقه من أحكام قضائية. التناقض الذي يجعل للحياة معنى مختلف جمعته عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، ننقله لكم عبر مجموعة من الصور في جولتنا المصورة، نتابع سويا. في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة، مشاهدة ممتعة أتمناها لكم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله.